ولدي واقف يصور ميم با ما يعرفش شكون ميم با يصور مازال ما بداش يصور. جي هذي عون الامن قال له فاش تعمل انت لهنا؟ قال له كنت نقرا. قال له تقرا تصور؟ من القوة متاع الكف يضرب ولدي يجي وهو واقف ورا استفيت يجي راسه على استفيت. ولدي مضروب في شبكية. توا ولدي بسبب الضربة اللي ضربها له عون الامن هذي ولدي ما عادش يرى حتى طريف. فما حادثة صارت في الليسي موجود مع أصحابه كي أيها الناس كي تلمذ الكل ذنب ولدي توا في الإصلاحية. علاش توا ولدي في الإصلاحية؟ خاطر الذنب بتاعه شاد تليفونه كي تحابه الكل. ولدي صارت حادثة في الليسي جي الأمن قعد هو ميم با خذي التليفون مازال كي مش يبدأ يصور ما صورش مازال مش يبدأ يصور. أعوين الأمن الكل بالزي مدني ما همش لابسين الزي زي مدني. ولدي واقف يصور ميم با ما يعرفش شكون ميم با يصور مازال ما بداش يصور. جي هذي عون الأمن قال له فاش تعمل انت لهنا؟ قال له كنت نقرأ. قال له تقرأ تصور فيا؟ قال له مانيش نصور فيك. قال له هيك خذ معناه شوف الجاليري متاعك اني نصور فيك. جي حسيلو قال له انت شكون؟ قال له انا شكوني. نكسروا هذا على التليفون. قال له نكسروا هذا فعلا كسروا شاشه التليفون الكل هشم هيلو كسرها. جبدوا هبطوا لوتا شدوا من 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 خنقوا هكا قولوا عيني يا عيني يا عيني خنقوا هكا هبطوا عليه ثلاثه دخلوه البي اف في ميزه زي دخلوه للميزه تاع الجامع نقرا دخلوه الميزه ضربوه في الباب نتاع الجامع ودخلوه ركبوا للمينوت وهزوه للمركز هزوه به. ولدي لهنا في المركز شنو ديجا بالفيديو موثق اللي ميم با لحكي الكل ممكن حكاية دراج اللي صار هذي الكل في ولدي. قالوا انت شكونك وشنو شكونك انت اللي علاش تفكلي في تليفوني؟ يقولوا انا شكونك اكثر من هذي فما حد شيء شنو يلفقولو اختي قدش من تهمة يلفقولو سبعة قضايا اللي هي من اجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيا جنية ولدي جنية جنائيا المسلط على الطفل والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الناجمة عنه جروح وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته بالقوة والتهديد والتعاسي على موظف أثناء مباشرته لوظيفته وجبره على ترك أمر من علائق وظيفته ورمي مواد صلبة على أملاك الغير. شكوني أملاك الغير اللي ضرب عليها ولدي؟ أملاك الغير وأحداث الهرج والتشويش بالطريق العام والاعتداء الطريق العام اللي هو ولدي يقرأ في الليسي متاعه والتشويش بالطريق العام والاعتداء على الأخلاق الحميدة والأداب العامة ومحاولة الاعتداء بالعنف الشديد على الطفل. طبق الفصل تبقى الفصل 116 و125 الفصول هذه الكل مش تطبق على ولدي 116 125 127 218 222 والفصل 226 مكرر ويت الفصل 320 من المجلة الجزائية ذوما الكل معناها سبعة قط تقريبا سبعة تهم. ولدي لهنا وزارة ولدي اللي عمل هيلو هي وزارة يخرج ليليانا يقول لي ورحمة تمي ورحمة تمي العون الأمن ذي قال لي ورحمة تمي أنا لاني شاكي بيه ورأس أولادي لاني شاكي بيه. ما نقول شكون اللي شاكي بيه؟ يقول لي انا ما شكيتش بيه يا اخي. انا من بعد مشي يقول يا مدام يخرج لي يقول يا مدام في البحث يقول لي امور ولدك مريقله. فعلا نلقاها امور ولدي مريقله سبعه قضايا اللي ريقل لي امور ولدي وعندي ثقه في القضاء الشرفاء راني مانيش قلت عون الامن انا توا مع ولدي خاطر عون الامن الكل ما همش باهين لا ما نقول شكيكه. فما الشرفاء عون الامن هو عندي خويا عون امن عندي بابا عون امن انا في فاميليتنا ناس الكل عنا وفما شرفاء راني مانيش نعمم فيهم الكل فما اعوان امن شرفاء. انا نطلب لهنا نحب نوصل ندائي نحب نوصل ندائي ويوصلوا لي صوتي لسيادة رئيس الجمهورية ينظر في مطلب ولدي ناجح ولدي
قديش معدل؟ 14 معدل جايب لي ولدي، 14 معدل ولدي ناجح. السنة الثانية اقتصاد والتصرف، هزيت لهم أقل نوت ولدي جايبه لي توفي دوفوارات السنة، أقل نوت 13.5، هزيتهم عند سيد حاكم التحقيق موجودين. أنا توا حاليا كنت نشكر أعوان، نشكر المدير متاع الإصلاحية بسيد الهيني، نشكر كل الأعوان الإصلاحية بسيد الهيني متعاطفين مع ولدي وملمين بدوسي ولدي، وهزيت له توا كتبته الحقيقة، خذوهم عليا هزيت له باش يراجع، باش أنا نسعى من هنا مع المندوبية إن شاء الله يا ربي يهزوا لي ولدي. كان تسيب لي ولدي يعدي امتحاناته، ما كانش يهزوا لي ولدي باش يعدي الامتحانات باش ما يضيعليش العام. ونقول في الآخر حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.